السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن خالدي من قناة دحوم فوركاست، واليوم التغطية من مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيرات، موقعها الرياض، معارض النسيم، شارع الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف. وطبعا الويب سايت تحت موجود الرابط إذا حاب تزور طبعا موقع إلكتروني. التغطية اليوم عن كيا أوبتيما موديل 2020 فئة سبيشال وارد الخليج. سعر السيارة 78,000 ريال، مع علم السعر لا يشمل الضريبة ولا يشمل التسجيل. طبعا السيارة هذه فئة سبيشال تجي أعلى من النص فل، وفيها بعض الأوبشن الزيادة نتكلم عنها طبعا بعد شوي. عموما ناخذ جولة سريعة للسيارة ونتكلم عن أهم المواصفات وأهم المزايا. كيا أوبتيما سيارة سيدان متوسطة الحجم، أصغر من الكادنزا وأكبر من السيراتو، تنافس تويوتا كامري، تنافس نيسان ألتيما، تنافس هوندا أكورد، وبرضو شقيقتها من هيونداي سوناتا. وش الحكمة انها شقيقتها؟ لأنهم يعتمدون على نفس المحركات، نفس الشاسيه، نفس قطع الغيار الميكانيكية، الاختلاف فقط في الشكل الخارجي والداخلي. طبعا 2020 الدفع الثاني، ما ندري هل هو 2020 الدفع الثاني او 2021 حينزل عندنا، حيكون شكل مختلف باسم جديد K5. مع العلم ان اسم K5 اصلا هو اسم الاوبتيما من زمان، لكن في بعض الاسواق مثلا اسواق كوريا الى اخره اسمها K5، عندنا بس تجي اوبتيما وبعض الدول، ولا هي اسم الحقيقي الان السيارة اللي امامك اسمها K5. فيوم يكون 2021 لا يجي احد يتفلسف يقول اوه تغيرت اسم السيارة ما هي نفسها، لا هي نفسها. عموما المحرك الموجود على السيارة هو محرك بنزين 2.4 2400 سي سي، 4 سلندر، 178 حصان تقريبا، والجير اوتوماتيك من 6 سرعات توب ترونيك بنظام دفع امامي، هو نفس محرك السوناتا 2.4 للمعلومية. المواصفات الخارجية عندنا السقف بانوراما، عندنا إضاءة LED زي ما تلاحظون خطين، النور العالي الواطي هيلوجين عدسة طبعا بالنسبة للواطي، عندنا عدد 4 حساسات أمامية، عندنا كشافة ضباب زي ما تلاحظون زي العدسة جاية يسمونها بروجيكتر. ننتقل إلى جنوط السيارة. جنوط السيارة مقاسها 18 إنش، مقاس الكفر 235-45-18، مكحلة تصميم رياضي. طبعا فيها ديكور فتحات تهوية على الرفارف الجانبية، عندنا إشارات بالمراية، عندنا منقبض السيارة كروم زي ما تلاحظون. وننتقل إلى الخلف، نلاحظ وجود 4 حساسات خلفية وشعار الفئة اللي هو سبيشل، وعدد 2 شكمان خلفيات بحكم المحرك 2.4. ننتقل إلى صرفية الوقود، نلاحظ كل لتر بنزين تمشينا 13.4 بتقييم متوسط. وننتقل للمواصفات الداخلية للسيارة. أول شيء خليني أصور لكم مفتاح، طبعا السيارة مفتاحها ذكي، دخولها ذكي وتشغيلها ذكي، بالإضافة إلى الشنطة الخلفية الذكية. الحين نسوي إعداداتها، يعني بمجرد أنك تقترب عليها تفتح. عموما إذا جيت الباب تضغط الزر تفتح لك الأبواب. هذه داخلية السيارة قماش زي ما تلاحظون. المقاعد الأمامية هنا الصف الأمامي، نروح للصف الخلفي. بسم الله. طبعا فيها تكاب الوسط، فتحات تكييف خلفية، عندنا منفذ USB، وعندنا منفذ طاقة 12 فولت. طبعا عندنا هنا فورميكا تخشيب زي ما تلاحظون. السقف البانوراما طبعا تفتح الستارة توصل للزجاج إلى هنا بعد فتح الستارة. هذه السيارة وأنوارها السقف LED. ندخل داخل السيارة ونبدأ نتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية. أول شيء نشغل السيارة، بسم الله. طبعا نعدل الإعدادات شوي. نطلب اللغة العربية. طيب. مثلا الشنطة الكهربائية عن طريق الخاصية هذه، صندوق السيارة الذكي زي ما تلاحظون نفعل خاصية الشنطة الذكية. عموما ننتقل للمواصفات. فورميكا تخشيب موجود على إطارات الأبواب،
هنا هذا هو برضو هنا زي ما تلاحظون على إطارات الجير. الزجاج كهربائي، المرايا كهربائية في خاصية الطي، تحكم في مستوى الإنارة الداخلية، مستوى الإنارة الخارجية، فتح تنك البنزين، فتح الشنطة وجهاز تراكشن. هذا هو دركسون السيارة بشكل ثلاثي، مكسوب الجلد، جير أفون خلف المقود، تبديل السرعات زي ما قلنا لسيارة تبترونيك 6 سرعات، تقدر تبدل عن طريق الجير اللي هنا أو الأفون اللي موجود خلف المقود. الدركسون في تحكم بالنظام الصوتي البلوتوث، هنا الأوامر الصوتية زي ما تلاحظون، عندنا فيها مثبت سرعة، وعندنا هنا تحكم بعداد رحلات، مستوى صرفية الوقود، الصيانة إلى آخر معلومات مهمة بالنسبة للسائق. الار بي ام الحرارة، السرعة، وتانكي البنزين أعتقد حدود 70 لتر تانكي البنزين. الأنوار برضو زي ما تلاحظون فيها وضعية الأوتو، في عندنا كشاف ضباب خلفي وكشاف ضباب أمامي، زر التشغيل الذكي، اللاحظ الخياطي موجود على الطبلون بشكل جميل وأنيق. طبعا شاشة معلومات تقدر تربطها بأندرويد أوتو أو أبل كار بلاي ما عندك أي مشكلة، مع وجود كاميرا خلفية. طيب برضو تلف مع المقود الدركسون، لاحظ أنا مكيف السيارة بلمس في كلينير، طبعا مكيف لمس تحكم منفصل بين السائق والراكب. السيارة برضو فيها شاحن لاسلكي شحن الجوال، عندنا هنا منفذ طاقة، منفذ يو اكس، منفذ يو اس بي. الجير اوتوماتيك من 6 سرعات توبترونيك، درايف مود، عندها 3 وضعيات للقيادة اللي هي كومفورت، ايكو، سبورت، كلها موجودة هنا عن طريق هذا الزر اللي موجود هنا. الحساسات نطفيها نشغلها من هنا، عندنا جانت كهربائي مع خاصية الهولد، الكابل وسط مع مساحة تخزين. تكلمنا عن الفورميك اللي موجودة هنا بس نفك الكراطيس تطلع واضحة. المراية الداخلية تعتيم زي ما تلاحظون، انوار السقف الايدي الامامية والخلفية، طبعا ستارة فتح السقف الكامل، وهذه تفتح بالنص. طبعا الشماسات فيها مراية مع إنارة، شماسة السائق كذلك شماسة الراكب موجود فيها الميزة هذه. طبعا هذا درج السيارة الأمامي، وهذه أبرز المواصفات الموجودة بكيا أوبتيما موديل 2020 فئة سبيشال واردة خليج، طبعا هي واردة أعتقد واردة عمان. مواصفات الأمن والسلامة، فرامل ABS، ثبات إلكتروني حساس، ثبات إلكتروني حساس، كفرات إرباقات أمامية وجانبية، إرباقات أمامية فقط بدون جانبية، نسحب كلمة جانبية، هذه الفئة بدون إرباقات جانبية، وعدد 5 أحزمة أمان. أبرز المنافسين على المستوى الأول طبعا شقيقتها هيونداي السوناتا، على المستوى الياباني عندنا تويوتا كامري، مازدا 6، هوندا أكورد، نيسان ألتيما، حتى سوبارو ليجاسي، وعندنا المستوى الأمريكي ما شاء الله فورد فيوجن وشفرلي ماريبو، هذول أبرز المنافسين لكيا أوبتيما. طبعا هذه أعتقد أنها تنقص عن الفل اللي هي الإضاءات الأمامية، الزنون الاي دي إلى آخره يختلف، الجلد، كرسي السائق كهربائي والراكب كهربائي، وذاكرة التخزين لوضعية كرسي السائق، وبرضو فيها تبريد وتسخين للمقاعد مع نظام صوتي. هذا اللي أعتقد رؤية محيطية 360 درجة. في بعض الفئات تجي مواصفات أقل وفيها رؤية محيطية 360 درجة، قد صورتها لكم بالسابق، تجي وارد الوكيل المحلي مع موجود جنط أصغر، شكل الجنط أصغر، لكن سبحان الله كل وكيل في بشكل عام كل وكيل يطلب المواصفات اللي يبغاها على حسب طلب السوق، على حسب رغبة السوق يميز سيارته. طولت عليكم اخواني الكرام بالتغطية، هذه هيونداي هيونداي، طب ما قلنا شيء غلط، كيا وهيونداي شركة واحدة، كنت بقول لكم هذه هي هيونداي سوناتا. سبحان الله انا عندي مشكلة في الشركات اللي عندها سيارات تشبه بعض، فانطقها على يعني سيارات نفس المحركات، فخلاص مخي شابك بين هذه وهذه. هذه ابرز مواصفات الكيا اوبتيما موديل 2020 فئه سبيشال، وارد سعود بهوان، وكيل عمان. السلام عليكم.